كليك فام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض. احنا اليوم باش نحكيو على بايدن. اما الى كل مواطن هزدوا عينه البارح وما تفرج في خطاب المشيشي، هاو تلخيص للخطاب في 19 ثانية اكهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل المواطنات والمواطنين، اتوجه اليكم اليوم بهذه الكلمة. هناك بعض الاشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل اي شمبرة باي حال من الاحوال. ان يشمبروا لنا نشمبر له، والسلام عليكم ورحمة الله. هو الحق تلخيص مخدوم بكل حرفية، خاطر كي دي حرفية دي مش شيء. اليوم موضوعنا الحقيقة على العرف الكبير، الباب الجديد لهذا الكوكب، بعث المعونة وكراث المقرونة. اليوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نهار هذا باش يكون صعيب برش على السيد المحترم دونالد ترامب، كيفاش باش يتصرف زعمة؟ والله ما يتصرف عادي، يقعد في الدار يشوف كيفنا نحن الأخبار الجديدة. ما تتصورش النجم يعمل مشاكل؟ لا ما هوش بتاع مشاكل ترامب. لا جملة، لا يا أخي تلو سمحني جاي يخطب فيك، معناها حتى ترامب تبيضوا فيه لا حول الله. أما احنا يهمنا الموضوع خاطر داخلين على أيام صعيبة، واللي ما عندوش كبير يشتري له كبير. عنا بايدن احنا توا لازمنا نقفوا معاه، هذيك علاش التوين سيحبوا يعاونوا على حفل التنصيب اللي بيش يصير اليوم. شنو هو تقترحه ترى؟ والله شوف، نقترح عليهم يعملوا له حصان ويبدأ هو داخل، يجيبوا جماعة بالذكرة والطبل وكل يبدأوا يغنيوا مثلا يا بايدن والحمل كبير، يا بايدن والحمل كبير، يا بايدن يا بايدن يا بايدن ربي قدر الخير، وكل أغاني ذيك عرفتها. احنا إمكانية عرفتك للرفع من معنويات أي رئيس، ما حتى الدول الأخرى نمشي ومش كان في تونس به برشا نحبوك ها بايدن، نموتوا ع بايدن وربي فضل المرتة وليداتها به. أول نهار ليه هكا في اللوكال الجديد اللي هو البيت الأبيض، شنو تنصحوه؟ دم يدخل لازم يعمل غرب، لا خطر ينجم يكون ترامب رو حد جماعة عامل تعيينات من قبل محضر روحه غادي عامل كعبات ديك حتى بالقجورة شوية صراصير ديك كل لازم معناتها يتلهي بيهم، فهمتني؟ حاجة مخطرة على الأخر هاي باي برشا، يذبح عاصي زيادة علاش ليه ويبخر ويعمل حزب لطيف، هذا كله ممكن معناها قادر به ويدخل بسقه اليمين هاي مثلا واحدة وتزغريتها هاي باي هاي ولا أحلى وبري فوت هكا وكالفازير به. كيفاش تتصور مثلا ترامب باش يتصرف في وضعية كيف هكا؟ تصور انت معناها كنت رئيس في نهار سايب شي ناحية وكنت في مخك اللي انت رأي انتخابات غلط، تصوروا شو قعد مش باش يتكلم ديريكت، اما كل شو قعد من بعيد يتلكش يقعد يعسل وكا اي حاجه تعملها يخرج جماعته طول ويعمل احتجاجات، فهمتني؟ اما غدوه شي عداها، فهمتني؟ خاطر نهار فرح، فهمتني؟ خاطر ولد هكا ما تفهم في الاصول وكل شيء، نهار فرح ما يجيش فيه المشاكل تتعدى الحكايه ومن بعد ربي يعمل دليل. بس انتخابات في الحومه العالميه مش في امريكا بيه مش مشكل. اي تو بالنسبه لبايدن يعطينا لازم توايه كيفاش باش يعاون تونس وكيفاش باش يقف معانا شعبا ودوله وحكومه؟ نجم يجي للسياسيين لهنا يبعثهم يعملوا فرماسيون في امريكا على البوليتيك وكيفاش اداره المجلس وكل شيء، حاجه باهيه الحقيقه. اقتصاديا هو عبد منفتح معناه يمين، دونك ينجم يعاون يجيب الانفستيسمون اللي هما مثلا الريسبكت لو كليما. اي صحيح، وتاك باش جوست يعطينا شويه ترقيح على الدخله، مرحبا ما نخرجوش جوست ثلاثه زرير حتى وكاو معناها وكاو، خاطر عندنا واحد رئيس حكومه ديما رئيس دوله ديما هابط في الشارع كيك خايفين عليه حتى جرعه بسيرش هات نهبطوها. وش نيه تاع دي انفستيسمون مربوطين بالكليما؟ بالطبيعة احنا خويا رانا حرفيين هكا في استيراد النفايتك اللي مشكوك فيها، مش مشكل بيه ترى نمشي واي دار فيك تفهم هكا بالكدي. كيفاش باش يصير احتفال التنصيب وشنو هو تنصحو يعمل؟ والله بايدن نعرف وانا ديمقراط، فهمت؟ كما قلت لك في تونس معناتها كل حدثيين لهنا معناتها اكثريه يسمعوا ما يسمعوش الشيخ الامام واغني تاع اليسار، جماعه اليمين يسمعوا غني اكثريه جو يحطوا نقولوا نحن كافون يحطوا ويطحي هون الانسان ونلتهوا الطفول عرفت؟ ما بعيش هكا وقعد صغره وقعد يغني في الغنيه زي معناها هكا ربي فضل لنا خويا 23 سنه باهي مش مشكل. تو معناها تحب تنصب كلم زازا معروفه معناها تحب تجيب رئيس جديد هكا كلم زازا تجي وتغني وتفرح له به. توقعاتك هكا تو نمشيو الى مواطن باش يعطينا تحليل كامل لفتره حكم بايدن هكا وحده قبل اي واحد حصريا عن سلاح حبيث، توقعاتك البايدن بالنسبه لهذايا مفتاح العرس، مفتاح العرس مش يحل هذايا عنده مفتاح باب العرس مش يحل على العرب بالمره هذه، ديما هذايا اهون من غيره صحيح، اما ديما هذا واحد اهون من واحد. بالنسبه لبايدن خاطر فهمي محنو برشا مسلمين وبرشا عرب عندهم دوبل جنسيه هم اللي انتخبوه، هو مش يرجع الجميل ولو حتى ولو معناها كيما مش يرجع رد الفعل على ترومبا، هذايا ترومبا انا نعيط لترومبا فهمني، بما ان ترومبا هو عمل صفقه القرن وخاين للعرب.
ما هي واضح اوكي اما ينتخبوه راهو دوبل جنسيه راهو باش يرجع لهم الجميله ما غادي مش هنا معناها مش ما نعرفش تونسي عامل الجنسيه الامريكيه يفوتي له غادي مش يرجع حلو لهنا في حومته فريانه مثلا ماليا غادي باش تقعد ديما الحكايه غادي هي كملنا ترى ويحب ابني يعمل براكاج بزاف يفك تو تو تروب هذا ماهوش رئيس دوله هو هذا يعمل في البراكاجات بالنسبه للبادر باش تكون عام مع تونس باش يكون باهي حسب ما نعرف انا فما حاجات باش يعملها باهي في تونس يكلموا بايدن قالوا باش يكون باهي قالوا والله باش نفرح بيك وشنتكم بالباهي شنتكم بالباهي ترى مثلا هاي كمل لنا ما دام عندك اسرار فتره الحكم قبل الناس الكل بالعكس يوقف معانا في الفلوس المنهوبه المليارات اللي هاربه نتاع الشعب فهمني معناها اللي صارت عليها الثوره مئات البليارات وي لحظه اش هي البليارات لحظه بوز الساعه كان هكا تنمشي واحنا تو نجيبوها من نابلس سويسرا على ساقينا عادي نجيب هي سامحني تو والله هي بالحق لازمك كي تمشي لسويسرا تلزم معاك خوك الكبير تلزم معاك امريكا خويا باش يتكبسوا ما حبوش يفهموا 10 سنين ومخلينا كيك هي شنو نعملوا ترى بكر مثلا تصور نرجعوهم الاموال المنهوب شنو بيصير فيها تونس ما يقرب يمكن قد 10 ميزانيات بتاع امريكا الفلوس المنهوبه بتاعنا احنا لو كان ترجع الفلوس المنهوبه تعرف العبيد تولي تحرك من ايطاليا ولا من امريكا تحرق لنا نحن ما عادش نولوا نعملوا بالفيزا تولي تونس بالفيزا معناها نولوا نحن نعطوا في القروض للعالم اكل النقد الدولي نحن اللي تولي تسلف من عندنا الدول ريت هذا كل معناه خاطر لمجرد انه بايدن هكي باش يحن علينا معناه ولينا باش نعطيو بالفيزا والكل يا دي احسن قالوا تونس بالفيزا راهو زايد على الاخر في الاخر ما نجم نقولوا نحن البايدن كانوا يسمع فينا ومشي في ثنيه البيت الابيض ان شاء الله ربي معاك وربي يوفقك جوست للتوضيح حاجتينك هاو معناتها الحاجه الاولى قلتها البارح وسي سبحان الله كل يوم نقول فيها شيء برامو ما حبش تدخل المخاخ بكل على الامل منهوبه كترجعوهم كل ما تجي حد شيء وما تعاون حد شيء في ميزانيه الدوله راهو قلناها هذيا راهو من البارح وقالها اياد وقلتها صباح وزاد عاودها اياد وغادي نزيد نعاودها توا راهي قيمتها ما تجيش العشر نتاع ميزانيه الدوله للسنه العشر حتى العشر ما تجيش دونك ما تحملوش عليها راه حتى كنرجعوا ما مش اليوم هذا لبس علينا محلنا معناتها بالركبه واحده تدز في الفلوس لا خاطئه والمعلومه الثانيه فانه من السذاجه انه تنتظر انت كتونسي حاجه باش يعملها لك رئيس امريكا وانت رئيسك ما عملك شيء يعطيك الصحه شكرا